السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، في هذه التغطية المستمرة للجزيرة مباشر هنا من ريف إدلب، مئات أو آلاف العائلات نستطيع القول فروا من قصف القوات الروسية وقصف طائرات النظام السوري إلى ريفي إدلب وحما. ما نشاهده الآن خلفي هم نازحو ريف حما الشمالي من بلدات اللطامي وكفر زيتا وكفرنبودة، نازحوا إلى هذا المكان في ريف إدلب الشمالي. طبعا معظم هؤلاء الآن بدون مسكن، بدون خيام، آلاف على العائلات تعيش هنا في هذه الأماكن كما نشاهد بدون خيام. طبعا الأعداد كبيرة جدا، ما يقارب النصف مليون، نصف مليون نازح سوري فروا إلى هذه الأماكن. بعض المنظمات تأتي لتوزيع بعض الحاجيات في أيام العيد، عيد الفطر المبارك في ثاني أيام العيد وهو اليوم، لكن الحقيقة العدد كبير جدا ولا يمكن لأي منظمة إغاثية أن تقوم بتوزيع أي مادة كانت لكافة الأعداد تحت أشجار الزيتون. إذن أعداد ضخمة من النازحين فروا إلى هذه الأماكن تحت أشجار الزيتون بسبب القصف الروسي والسوري على مناطق جبل الزاوية وريف حماة الشمالي وريف إدلب الجنوبي. قبل قليل كان هناك 5 قتلى وعدد من الجرحى بينهم أطفال في قصف للطائرات، طائرات النظام السوري على بلدة كفرعويد في جبل الزاوية. الآن منذ دقيقة كان هناك قصف عنيف ومكثف على قرية سفوهن أيضا في جبل الزاوية، غارات مكثفة على كافة المناطق والأرياف مما تسبب في موجة نزوح كبيرة وضخمة جدا على هذه الحدود. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخي. طبعا أمر جيد أنه لقينا حدا من المعنيين بتوزيع أي مادة كانت، تعطينا وتشرح لنا بشكل سريع الأعداد، ماذا تفعل المنظمات الآن؟ أعداد ضخمة جدا، نصف مليون نازح حسب الإحصائيات وصلت إلى ريف إدلب الشمالي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا نحن الآن في جمعية عطاء الإغاثة الإنسانية، لم يكن للعيد بهجة بسبب ما يفعله هذا النظام الساقط بشار الأسد هو وأعوانه. طبعا كما ترى الآن الناس تحت الخيام تحت الأشجار، لا يجدون ما يقيهم حر الشتاء ولا حر الصيف ولا برد الشتاء. نقوم الآن والحمد لله رب العالمين جهد المقل نحن وكل منظمات العاملة لا تستطيع تغطية هذا الحدث. هذا الحدث يحتاج إلى دول، هذا الحدث يحتاج إلى وقفة من هذه الدول بجانب هذا الشعب المجروح المكلوم، هذا الشعب الذي تاه على وجهه وهام على وجهه في الأرض نتيجة القصف ونتيجة الدمار ونتيجة الحرب العشواء التي يشنها الظالم بشار الأسد وأعوانه على هذا الشعب. طبعا نحن أردنا في هذه الأيام ندخل بسمة على بعض شفاه الأطفال الذين لم يجدوا للعيد طعما وهم تحت الأشجار. لا نزال والحمد لله رب العالمين نقوم بتوزيع بعض الهدايا من كرات، من ألعاب للصغار، حيث لكن دائما تحصل فوضى. هل السبب يعني أعداد ضخمة فبالتالي يكون هناك مشاكل، يحصل فوضى، لا يوجد تنظيم؟ كيف تستطيع المنظمات معالجة هذا الأمر؟ نحن رأينا في عدة أماكن. أخي الكريم، هذه الفوضى هي ناتجة عن كثرة النزوح وكثرة الأعداد. طبعا لا حل لهذه الفوضى حل جذري، التنظيم يحتاج إلى وقت، يحتاج إلى جهد كبير، يحتاج إلى كادر كبير، وهذا ما تفتقره أغلب المنظمات. لكن جهد المقل يعني أن تستهدف البعض خير من أن لا تستهدف أبدا، والحمد لله رب العالمين، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف صحتك أخي؟ على شيخ، تحكي لنا عن الوضع هون، من وين جايين؟ شو الوضع؟ من سهل الغاب نزحنا. من وين من سهل الغاب؟ يعني شريعة، القلعة، الحواشة، وين كل المناطق. يعني والله العظيم شيخي الدول كلها عم تطلع علينا، روسيا، إيران، الدول كلها عم تقصف إدلب، عم تقصف حماة، وكل الدول عم تخون الشعب السوري، وليك الأطفال شلون طابة وما حد عم يدعمها بشيء. أنت كم واحدة، كم ولد عندك، كم عيلتك؟ أنا عندي بنت، عندي بنت. إمتى نزحت؟ قلنا شيء تقريبا شيء شهر أكثر من شهر بشوي نزحنا من الغاب. فهمت علي شيخ؟ هلق إدلب كلها عم تنزح وعم يحاول النظام يتقدم عليها، يعني أكتر من هيك طلع الشعب، شعب ميت ما عنده شيء. والله العظيم شيخ، والله العظيم الخاشقة ما طلعوها من الغاب، والله العظيم بدي أقول لك المخدمة طلعوها، طلع قاعدين على حصيرات على السداجات، طلع. ها شو بدنا نعمل يعني؟ السلام
السلام عليكم. خير. مرحبا. سليم. حضرتك من وين؟ من طاملي. من طاملي. قديش صار لك نازح هون؟ والله إلي شيء 4 شهور. كيف الوضع هون؟ ما عندك يعني 4 شهور وما عندك خيمة معقول؟ والله ما عندي. روح شوف. وين ساكن؟ هنيك. روح شوف تحت الشجرة يعني. إيه. ما في أبدا مني. تفضل سيادة. وشكرا. والله لا أظن ما في أبدا مني. ما في أبدا مني. فقير درويش الله يسعدك. يعطيك العافية. من بعد اذنك السلام عليكم. مالك مصفر واعيد؟ لا تسوي. عمار السلام عليكم اخي. السلام عليكم. حضرتك من وين؟ انا والله من الغاب، من سهل الغاب. من وين؟ من اي ضيعه؟ نحن من ركايا. من ركايا. ايه. ركايا سجنة. ركايا سجنة. قديش صار لك هون؟ صرنا من اول رمضان. كيف الوضع هون؟ والله وضع مأساة، وشوب وليك اطفال وصيام كنا صايمين، هلا عيد، يعني ما في بهجة لا للعيد ولا في بهجة لشيء، خيم ما في ومي ما في. قديش عيلتك انت؟ عيلتي نحن 9. وين ساكنين هون؟ ساكنين وليك وين؟ تحت البطانيات، عاملين بطانيات وساكنين. يعطيك العافيه. طبعا اعزائي المشاهدين، الصوره ابلغ من اي كلام حقيقه. نكمل باتجاه هذه المشاهد التي نراها تحت هذه خيام، او هذه هي حقيقه لا تعتبر خيام وانما مساتر بسيطه يعيشون تحتها. عدد النزوح في ازدياد، أعداد ضخمة تتجه باتجاه الحدود السورية التركية باتجاه ريف إدلب الشمالي بسبب استمرار القصف بالثواني بالدقائق باللحظات، قصف مكثف على كافة القرى والبلدات في ريف إدلب الشمالي، في جبل الزاوية، في ريف حماة الشمالي، قرى سهل الغاب. كل هذه المناطق تقصف بشكل عنيف جدا. طائرات الاستطلاع على مدار 24 ساعة، في كل دقيقة هناك قصف. لا يمكن لأي نازح أن يخرج من منزله ومعه أمتعة، لا يمكن أن يكون هناك أمتعة، لا يمكن لك أن تحمل أمتعة، لا يمكن لك أن تتحرك وتذهب من منزلك على دراجتك النارية أو في سيارتك وطائرة الاستطلاع في السماء. طائرة الاستطلاع تعطي الهدف خلال ثواني لطائرة الميج أو السيخوي ليتم قصفك. يوم أمس تم استهداف عدة نازحين على طريق معارة حرمة، بلدة حزارين، معارة النعمان. طائرة الاستطلاع قامت باستطلاعهم، فبالتالي أعطت الإحداثيات والصور لطائرة الميج والسيخوي وتم استهدافهم بشكل مباشر. حتى هذا المكان أصبح صعب الوصول إليه لكي يعيشوا القليل من الأمان بعد هذه الحملة التي يشنها النظام السوري وحليفه الروسي. نشكركم أعزائي المشاهدين جزيل الشكر، ونعود إلى الزملاء في الدوحة.